بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي، برنامج صدى الأحداث. ويسعدني في هذا المساء أن أستضيف السيد يوسف محمد مينا، نائب رئيس اللجنة التنظيمية لانتخابات الغرفة التجارية. وقبل أن أرحب بضيف الكريم، نتابع هذا البيان الصحفي أو نظمته اللجنة الانتخابية للغرفة التجارية يوم 28، نتابع هذا البيان الصحفي ثم نحاور ضيف الكريم في هذا البرنامج. السياسي درست أوراق القدموة و 1764 أوبراتير أوراق كان كويس و 804 أوراق عن الأوبراتير القدموة ما زين. نعلم داري ترشى وانت فرصة ليجيب الدوسيا قايد يفوزين. يوم الانتخابات يكون يوم 5 يوليو سنة 2020 في كل البلد، في الشات كله، في نجمينا وفي الأقاليم الآخرين يوم 5 يوليو 2020. وزول داري يقدم أوراق يترشى طلبوا منا كتيس فيسكال عن إمبو عن كور دي فاليديتي، أتستاسيون عن نون فايت، أتستاسيون عن سيمبس كلك عن كور دي فاليديتي، كوبي عن كارت ناسيونال عن وانا إيدنتيتي. ويسي ديمان موجه للبريزيدان عن الكوميسيون إلكترال كونسيلير، ويسي فيرسما في كونت عن سي سي دروانا كانديداتير. أنا عندنا أقسام كتير دروانا كانديداتير فيكسي في 100 ألف 500 ميل فرانس سي فا. والسكسيون عن الأغريكتير إليفاج بيش ريبريزنتان عن الأقاليم الدروان دي كانديداتير الكوسيون في 50 ألف 250 ألف فرنسية. نطلب من الأوبراتور إيكونوميك الدايت رشو يدفوزي أوراق هنم قدر دي سي لتران، ويوم 5 يوليو الانتخابات يكون في كل الشات. إذن سيدات وسادة، تابعنا هذا البيان الذي قرأه السيد يوسف محمد مينا وهو داخل استوديو معي. السيد يوسف محمد مينا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا سيد يوسف، أنت بس قدمت البيان هنا، إعلان هنا، بداية هنا الترشيح هنا الانتخابات هنا الغرفة التجارية هنا السنة دي. تقدر تورينا أهمية هنا الانتخابات وكيف شروط؟ صحيح أنت وريتها في البيان لكن كان وضحت لنا أكثر يكون كويس. طيب، قبل ما نجي في الشروط نتكلم لكم دابار أول شيء في اللجنة. نعم. اللجنة كيف تكونت؟ نعم. اللجنة تتكون كيف؟ عندنا في غرفة تجارية في سيسياما قوانين قاعدين يقولوا تكون اللجنة عشان تعمل الانتخابات. أكيد. كده من المفروض الكيب الهسا قاعدة تمرق على أسامبلي جنرال، من المفروض بصور ريسانسيمان على الأوبراتير كله. نعم، يحسبوهم. يحسبوهم. نعم. بعرفوا الأوبراتير في جمينا وفي الأغاليم كلها. نعم. وبعد كده اللجنة دي تعمل الانتخابات. للأسف البيرو القايدي ما قدرت كونت الريسانسيم، ما قدرت سوت نزة للأوبراتير، ما قدر ريسانسيم. ده بسبب شنو؟ سبب كورونا ولا؟ والله من المفروض أي ما سنة من المفروض الكيب قايدي بتسي ريسانسيم. نعم. اللي هو التكسك احنا الشامبر بقول كده. أها. عشان ممكن الناس مرات انتربريز ودين يبقوا ما فيه. ودين يمشوا فايد. ودين جرد بوجو. صحيح. دونك اي تغييرات. نعم. تغييرات في كثير. صحيح. اي ما سنه تعرف كم اوبراتير ايكونوميك، كم تجار في تشاد قاعدين، كم انتربريز قاعدين. كل ما سنه تسين المفروض. لما الزمان ما كانت وكده جو كون اللجنه يوم 20 فبراير 2020 يعني يوم 20 شهر 2 2020 كون اللجنه. اللجنه الرئيسه وزيره التجاره و بريزيدان على تريبينال على كوميرس انا شخصيا، ودايركتور جنرال على امبو. نعم. ديجي انا شامبر، وعندنا ممبر 4 احنا بيرو الاول مره. نعم. بعد كده شفنا داير نعمل الانتخابات، لكن انتخابات بلا ريسانسيما ما بكون. نعم. الاحصاء. نعم. نعرفه يا تو تاجر يا تو قاعد يا تو ما في. نعم. زي كده راس لجنه بارد خدمه حقها، وما الكورونا كل اللي لقينا شيء كمشاكل. نعم. من المفروض الريسانسيما نوصل بدري. لقينا مشاكل ويا الحمد لله قدرنا كوناه يوم 9 ده بدينا الريسانسيما في جمينا وفي الاقاليم كلها. كله. نعم. سجلنا كثير من الاوبراتير 2568 في الشات كله.
ده الرسجلام الرسانسيم لسه ما كمل الرسانسيم ولا كمل كمل الرسانسيم نعم. سويناه بعد سوينا الرسانسيم نعم الدوسيه دي جينا 2568 في الدوسيه 2568 ده 804 كل الدوسيه معدي ما وفوا الشروط ما وفوا الشروط مرات الناس ممكن يسوا اوراق للناس كده عشان يجوا في الشامبر عشان يفوتوا يقول هم المترشحين بيسووا لنا اوراق تعالوا سووا لنا عشان الباقي تشيلونا فوضى فوضى دونك الدوسيه ما دي كلها انينا قلنا لا لا ما رجعتي بعد كده عندنا فرصه انا 15 يوم سيونا عريتي بروفيزوار عندنا 15 يوم زول كان عنده مشكله اكون ممكن اسمه ما مكتوب عديد شركات نعم شركات بيجيب لنا اوراق كمان انا كل بشركات بيجيب لنا ندرسون نشوفوا وبعد كده كان اوراق رسمي وفي غلط في مكاننا كلها استعدلنا لقينا 206 ركات وفي ال 206 ركات ده لقينا 124 دي 84 ده ما كويس رجيتي وسوينا ريتي ديفينيتيف وبعد ده مشينا في الانتخابات تمام السيد يوسف محمد مينا طبعا فعلا يعني غرفة تجارية عندها دور مهم بالنسبة لتنمية البلد ونحن دائما نشوف كل ثلاث سنوات بنظموا انتخابات ويتم تشكيل مكتب لكن كان جينا في الواقع نشوف يعني التجار او رجال الاعمال هناتشات دائما يركزوا في تجاره ليس يعني شيء مستقبلي فانت من خلال متابعتك للنشاط هنا الغرفه التجاريه تقدر تقول شنو السبب من ان دائما رجال الاعمال الجديدين ما قاعد بيساهموا في يعني تنميه البلد بشكل واضح بشكل يعني يقدروا يساعدوا الحكومه عشان تقدر يعني تتطور في الجانب الاقتصادي لأن الاقتصاد مرتبط برجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين بالأسف كثير من التجار ما يعرفوا دورهم في الغرفة التجارية بوجو بيكونوا في الغرفة التجارية بفكر آخر برأي آخر صحيح ما الاستدلال من المفروض زول كان تاجر عندك شركة بتاع أنت بلا الغرفة التجارية كنت شغال انت تجي في الغرفه التجاريه عشان تدافي مثلا البلد اكيد مثلا الايكونوميه للبلد كيف نتطوروا هل عندنا مشاكل ما الحكومه كان في مشاكل ولا في اوراق ما ماشي كلها علينا التجار كانوا واجبوا مصوبات كده تجي تقول الحكومه ده يا المفروض رول هنام صحيح بالاسف كثير من التجار ما عارفين شنو في الشامبر رول هنام وشوفوا زي شغل يعني مش لحنام هم التجار وهم قدام أكون مرات ودين للمرشي ونعلم كأن ده رأي أنا التغيير الناس عندهم رأي تغيير أشياء نعم. لكن في تجار قاعدين أكيد. ما شاء الله في تجار عليهم عندهم فكر كثير نعم. عندهم رأي داري يساعدوا البلد بس الناس اللي قاعدين في الشمبر القدام ده مرات ما ساعدوهم ما ساعدوهم وهم كله ما فيهم الدور شنو والقانون هنا الشمبر ذات القايد هسه حاليا قايد في الشمبر ده يدور تغيير يدور ريفورم الشمبر ذات الغرفة التجارية يدور تنظيم جديد نعم صحيح يعني وقوا التجار انتوا يعني مثلا هنا وكده هسه في الدول الاخرين مش الرئيس الدولة كان مسافر وما الدولة يسوى اكور يشيلوا شامبر ريكومنز الناس ما شاء الله قريب 40 50 صحيح افيون تنين يمولوا يجوا ينتوا فكره ينتوا رايه يسووا كده نظموا كده لبلدنا بس للاسف هنا في تشاد ناس اكثر الناس كلها ما عندهم اهميه ما عندهم اهميه والحمد لله يا سنه ان شاء الله شلنا التجار بس خاص ما اي زول دخلنا خلوه بيجي على كيف الجاي ده اكون في سنه الاثنين جاي ده ريفورم في المينستر والتغيير قاعد ان شاء الله نبدا بالتاكس بالريجلمان وبعد كده ان شاء الله الشامبر كله بكون الناس بيعرفوه بكون يقدر يدافع البلد وكده ان شاء الله ان شاء الله سيد يوسف محمد مينا طبعا انتم قلتوا على مستوى الاقاليم طبعا نحن عارف ان اقاليم انشات كل اغاليم يعني قنيه عندها موارد يعني طبيعيه باطنيه في الارض هل مثلا انتم المناديب الشلون في الاقاليم ده هل عندهم مثلا يعني تاثير او عندهم دور في جانب التنميه المحليه دائما نحن نسمع في خطابات رئيس الجمهوريه في المناسبات الكثيره خلي الناس يهتموا بالتنميه المحليه يعني الحكومه اللوكال التنميه المحليه دي مهمه جدا لانها هي تجي تزيد في التنميه الوطنيه وتدعم القطاع التجارة والاقتصاد في تشاد هل مثلا أنت في القوانين الجديد أو فكرك الجديد في المستقبل تنطو شوية كده يعني صلاحيات لمندوب الغرفة القاعدين في الأقاليم أو مناديب عشان هم ذاته يقدروا يفعلوا في على مستوى ما ضروا يجوا نجمعنا هناك بس يقدروا على أساس يدعموا كل القطاعات الصغيرة مثل جروب ما هنا مثلا في الزراعة في جانب الثروة الحيوانية عشان يقدر أي إقليم يقدر يسوي يعني اقتصاده يقدر يعتمد على نفسه
من المفروض كده من المفروض كده في اي اقليم عندنا الكونسيل الكونسيل بنادم الي هم ذاتها فات الانتخابات يدرشوا نعم مال ناس حنا نجمعنا كل يدرشوا يوم الواحد يوم خمسه الامس فات ده كلهم يدرشوا صح وبعد كده هم من يكون المجلس المجتمع العام اسامبلي جنرال نعم الاسامبلي جنرال حنا نجمعنا مال الاقاليم كلها بلموا يكون اسامبلي جنرال بعد كده هم من بورم كونسيل بمشي فيه الا انا وقلت بيرو انا من المفروض ده بس دور انا هم ما يعني يتابعوا الا ابسل ما لشامبر دو كوميرس حنا نجمعنا ما في في اي زول في اقليم انا وفي شيف لي انا بروفينس انا ده هو يمثل الغرفه عند غرفه تجاريه انا والديفلوبمنت اللي كل يهتم بها للاسف في الاقاليم اكثر كل الناس التجار قاعدين بوجه في الشامبر للاسف اكثر من كل ما ناس بعرفوا التكس حنام والامكانيات امكانيات كل مقصر لهم وشنو اللي يسو يمشي لبرا انا قدام كل ما بعرفه للاسف دونك نطلب من المينستر ناتيتيل عشان للديليجي دول في اي في الاقاليم ده للتجار بوصفهم شنو دور هنام في ديفلوبمنت لوكال هنام في مكانهم هناك في محليا شنو ديفلوب رول هنام يجوي كونكريتمون والمنستر تتل كل حاسه عشان النيه المنستر عشان القايد ده تجارة عشان انا كوميرس ده عشان النيه عشان دار تغير تنظم الشغل نعم حاسه نرجو اللجنه وبعد كده يجي عند سنتين لتغير التكس غير التكس التاكس كله يكون وادي وبعد كده يعطوك لي اعرف خدمه انا شنو في محل ليس تمام نعم سيد يوسف مينا طبعا فعلا انت ذكرت في بدايه حديثك بان لابد يعني حتى الحكومه وزاره التجاره تهتم بالجانب بتاع السكتير اسمه شنو القطاع الخاص البريفي لان انت ذكرت فعلا انا كم مره نشوف رؤساء بيجوا شاتين على سبيل المثال مثلا كم مره الطيب رجب طيب اردوغان جاء الرئيس الفرنسي جاء الرئيس المصري يجوا معهم رجال اعمال كثيرين صح في شان يوقعوا اتفاقيات وده شيء مهم جدا صح وطبعا رئيس الجمهوريه كله قاعد يتكلم كثير يقول خلي المستثمرين خليه يجوا يستثمروا في تشاد فاذا يعني انت الان يعني شنو رسالتك لرجال الاعمال التشاديين المشكله الغلط ما من الحكومه نعم حكومه يعني انت تسوي مشروع تقرب له بدرسه بشيب المشروع ده هل ينفع للبلد كله ولا لا يدرسه والتجار هم عندهم مجتمع عام قاعد هنا اي معرفه سنه بوقته جديد اسامبلي جنرال عندهم بيرو اكزكتيف بقدم البلد ده ما يعني ما يتطور بالفونكسيون بيبليك حكومه وين ما يتطور البلد اكيد اكيد السيكتور بريفي ده عنده رول كبير مره واحده بس للاسف عليهم في في الدوله عندنا ناس رجال ما شاء الله تجار داري يغيروا شيء لكن يعني كسلوا في من الشامبر هسا اول شيء نشجعهم عشان ليجوا يقربوا للشامبر شامبر شغل حنام هم من الغرفه التجاريه ده حنام خليهم من بشولو انه سابروبري يبقى حنام بعد ما بقي حنام والدوله كيف تتطور يجيبوا لنا اندستري يكري اكتيفيتي لحكومه ذاتها بخليه ينفس حكومه هاجن عليهم جان ما شاء الله قروا خدمه ما عندهم برسك 20 ميل دبلومي بلا امبلوا حكومه سجل بيشيلهم اوكي من المفروض كان اندستري قاعدين الشركاء الشركه قاعدين بيشيل الجان ده كله بشكلها وان كونتر بارتي حكومه كلها بلغة داخله فوق بكف امبو هنام تاكس هنام بس حكومه ناس زياده من برا كان من داخل كله بيجبد بيشيلها بجبد كيف هم اللي يسووا مشروع يودوا له حكومه انينا عندنا شغل مش كده تاكس هناك بالشير الامبو هناك شير كف ده خالي مره واحد انقص لينا شيف لينا انينا قاعد نجيب دخل البلد من المفروض يكون كده صحيح بس التجار او الاسامبلي جنرال جري جاي ده نطلب منا يسير بروجي عديل نعمل عند الاندستري كله بنادو وبكتبوا كان امبو خالي كل زول شركه من برا كان جايه كلها يخلوه عشان يجي يقعد في المكان في البلد ده ويبدا خدمه لحكومه كلها بيدسوا له ولا الجن كلها بيشكلهم اليوم كان عندنا مش الاندستري ستة سبعة ده كبار قاعدين في البلد هلا ده حكومه بطن ولا ناس ولا نانا بدور انتجراسيون ما في ما في ناس كلها بخدمه وهلا كلها يتطور والدخل كله فيه صحيح 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 دونك من التجار نطلبوا يلموا راي هنام اي زول راي بيسوي مشروع بيكتب بيمشي بقسم على الشامبر الشامبر ده يعني رول هنا ده مش اللي يعني قاعد اسد انت التجار مع الحكومه حلقه وصل حلقه وصلت قاعد اسد يسي انترميديير يمشي للحكومه كله بقول تجار مشكله بواجه زي ده الحكومه كله كان عندها قانون وما كونفورم شغل هم الدوره ده بغير لهم بستادر لهم تمام السيد سمينا ربما تجار حقنا كلهم كذا يعني يحتاجوا مثلا ل
تدريب، لان التجاره فن يعني، التجاره هو علم. فهل مثلا الشامبر دي كوميرس، غرفه التجاره والصناعه والحرف اليدويه والزراعه، هل مثلا هي فكرت في تلم التجاره ده كلها على اساس يعني تعمل لهم دوره تدريبيه، ورشه تدريبيه على اساس يورون دورهم هم شنو ودور الغرفه؟ لان انت شغل كان فهمت قبل تقدر تتعامل معي، كما فهمت صعب انك تتعامل معي. هل مثلا في المستقبل في التكساكو كراسكا تغيروا في القوانين الجديده تغيروا ده، لابد ان التاجر الشاري طبعا هو انسان بسيط، انسان ربما معلوماته محدوده، يحتاج معلومات لان العالم متطور كل يوم، التجاره البورصات حاجات كلها ربما التاجر الشاري اغلبيتهم ما يحتاجوا لمثلا فهم. فهل مثلا انتم في المستقبل تقدروا تشيلوا التجار التشاديين اساس تعمل لهم دورات تدريبيه على اساس يفهموا دورهم شنو عليهم وشنو على غرفه وعلى وزاره التجاره والحكومه؟ من المفروض ده مسؤوليه عن الغرفه التجاريه، ده بس رول هنا يعني يدرب التجار، يوريهم كيف شنو مصلحه هنا فيه، مصلحه البلد كلها شنو. وكل ما سنه التجار عندهم بارتنيريه مع اترانجي مع الاجانب، عندهم بارتنيريه بمشي فورماسيون كلها بيجوا. بس الشغل اللي خلاه يعني الشامبر ده ما غاب افانسي، ده الشامبر ده هو كله مكون ببريزيدان واحد بس بلما اقسام كثير مركزيه سلطه اداره. نعم اداره مو موزعه يعني ما موزعه مكان واحد ما موزع. نعم هسه في الريفورم ده قلنا خليه يعني يقسموه. نعم الناس الليفاش اجريتير كله بلومون مكان واحد، شامبر سبيسيال، انا ارتيزانا كله سبيسيال، انا التجاره كله سبيسيال، وانا الاندستري كله سبيسيال، انا ناس انا الترانسبورت ترانزيت كله سبيسيال، مواصلات ناس الاسا سيرفيس بروفيشنال ليبرال مش البنك الافوكاد كله سبيسيال كلهم اي واحد. دونك كان قسمنا ده اي واحد يعرف المشكله انا شنو بدرسها بيسيم يكتب، كان يتقسم ده التغيير كله يكون سهل صحيح، الخدمه كلها ما يكون أكيد. كثير في رقم نزول صحيح. وايد صحيح صحيح. دونك في الريفورم ده عندنا اللي هو في راسنا قاعد. اوكي تمام. سيد يسو محمد مينا، الشيء دائما الناس تتساءل ان الغرفه التجاريه الان من اسسوها في تشاد فتره طويله، لكن دائما بشوفوا انتخابات وبشوفوا رئيسا غرفه بشوفوا اعضاء غرفه، لكن في الواقع كذا في الرياليتي ما قاعد بشوفوا يعني مردود يعني ملموس كذا شيء ملموس في الواقع. طبعا انت فعلا حجيت ان مثلا المشكله كلها في الغرفه، لكن الغرفه دي ما عندها جهه اداريه مسؤوله من الغرفه، وزاره التجاره. وزاره التجاره هي دورها شنو بالنسبه للغرفه؟ مفترض هي ايضا يعني تشارك في تصحيح وفي ادلين هنا الغرفه لو مثلا ما ماشي عليه. وزاره التجاره لها دور كبير، اكبر دور. يعني شغل كان ما يكون شغل ما ماشي عديل في شامبر الكوميرس، وزاره التجاره تقول شغل ما ماشي عديل توصف الدرب والشامبر كله كان ما جاي يمارسي عنده بروبليم، ده وزاره التجاره تشيل المسؤوليه. هسه في الريفورم في التغيير ده وزاره التجاره قاعده اول ما الاجانس فرانسيس انا ديفلوبمون ده بقدمه سوا. اول شيء قلنا الغرفه التجاريه ما من كم سنين قريب عليهم 40 وحاجه سنه ماشي، وتغيير كله ما في انتخابات يكون، ونفس الشيء شغل زي كونكريت ما في شغل انشاف شيء ما في زي قلتها. دونك السنه الوزيره شالت قرار عشان ليت ريفورمي الشامبر لا تخدم الاجانس انا فرنسي ديفلوبمون. اول شيء الريجلمان كان ما في ده خدمه ما بيمشي اكيد، اللائحه الداخليه لابد تكون قاعده ولا يكون قاعد. اي زول يوزره ده خدمه هناك كده يعني يعرف خدمه هذا يدرس ويمشي فوقها. لكن مش انا اول كان ماشيين فوق الشامبر ما تغير اي، الحمد لله هسه في الريفورم كله مشوا بيت والكيب لسه جاير ده بس رول هنا رول اخر كان ما عنده. اول شيء يغير التكس، بعد ما غير التكس بيروح هناك اديل يجي ويبدا خدمة دور التغيير. ووزاره التجاره الوزير هي بس شارت مسؤوليتها ودارت تجي في ده. يا نساله الله يوفقها عشان توصل في مرحله الدوام ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. السيد يسو مينا، وصلنا الى نهايه البرنامج، اذا كان لديك رساله اخيره تود ان تقدمها للساده المشاهدين. وقبل الرساله ندور نسالك ربما سؤال اخير. طبعا انت تعرف ان يعني الانتخابات عندها صعوبات صح، فانتم في رئاسه اللجنه انطوكوا امانه ثقيله طبعا صح. وزيره التجاره رئيسه وانت نائبه وعندك نواب ثانيين ذكرتهم، فالصعوبات
دي مثلا هل تقدر تورينا مثلا هل تطلب مساعده من الجهات، هل من رجال الاعمال عشان يفهموا الانتخابيه مساله مسؤوليه، ما مساله يعني مساله مسؤوليه واخلاقيه ايضا، لان ده مستقبل انا دوله، مستقبل انا اقتصاد. هي الحمد لله اول في البدايه واجهنا صعوبات كثير، يعني الانتخابات تكون كل الناس مش يعني ما عندهم ما مشجعين زياده يعني، ومن التجار كلها ما يشوفوا مثلا هنا في الـ في الـ في الغرفه التجاريه، ناس الوهدين كمان بيشوفوا مثلا هنا شخصيا ما بيشوفوا مثلا هنا الرجال العام كله. هي اول ديبار ذهب بدينا واجهنا صعوبات كثير، وبعد ما سوينا الريسانسيمان الناس كلها يعرفوا اصلا لجنه قايده، لجنه لا يعني عندها نية تجيب الناس التجار الزينين، ما اي زول يخليه يجي فوضى ما في، خلاص فهموا وكده. بعد كده سوينا كومينيكي، يا الحمد لله انتم ناس التيلي ما بريس كل ساعتونا الناس فهموا الموضوع. بس بالاسف في الاغاليم ناس لسه ما فهموا الموضوع. ناس عندهم مرات هم تجار معروفين لكن ما عندهم اوراق، شيء بوصف فيهم التجار كما فيهم. في الريسانسيمان لقينا صعوبات، لقينا صعوبات عشان هم ما بعرفوا الموضوع شنو، يعني بشوفه مش يعني اللجنه تشيل تختار زول بس يلا تعال اقعد في الشامبر هنا حسب مزاج. نعم على حسب مزاج. لكن ما كده يعني من اي تاجر نطلبه يكفي اوراق حقه يعدل الرسمي كان عنده امبوك ليكفي. اول زمان الناس ما عندهم امبوك ليجوا يندسوا في غرفه، زول ما بيكفي امبو ما عنده مسألة لحكومه ويقولوا تاجر بيجي في الغرفه التجاريه ده للبلد كله ما عنده مسألة. اكيد اكيد. دونك كلام ده نحن قلنا خلينا نخد اشياء قدام كده نظهر وما اي زول بيجي ما في. ممتاز. نار من عنده اوراق حقه، والناس في الاغاليم كله ما فيهم مؤدل الاوراق نعم زين. مرات تلقى زول هو يعني قاعد في الاريفاش ولا في الاجيتير ما عنده اوراق، انا زول تاجر. كان جاني هنا تسجيل نقول زول تاجر ما عنده اوراق، لكن حقيقه هو جاي يعمل عمل اخر. دايرين توقيع يعني يفهموا رول احنا كله شنو، واكون مع ناس انا اني كله كان يتقربوا لهم ده يمدوا لهم اوراق ده يعني يوصفوهم يودوهم انت خدمه انا كده ورق انا بيكون كده. بعد كده نلقوا يعني نمبر اكزاكت انا الاوبراتير عمل احنا كله شنو بالضبط نعرفه، لكن زول عنده اوراق شيك وعمل الشيك بعدين ليه حكومه ما بنتي انفورماسيون صحيح ما بدي المعلومات الحقيقيه. نعم دونك في الاقاليم نطلب من الناس ذا يعني السنه اللجنه تكون والانتخابات كلها كانت، دونك الانتخابات كانت وكان ما فيهم المشروع كله شنو لقدام نفهمهم عشان ليه يجهزوا الانتخابات تجهز من 4 سنة 3 سنة قدام ما يعني في شهر ولا شهر شهرين. اكثر من التجار حقنا يعني سمعوا الانتخابات خلاص هو قدام يفتش اوراق وايد ما عنده اوراق ما بيكفي امبون لا الاماكن. انت تاجر دار تمثل التجار ممكن توثق مثلا اوراقك كله يكون رسمي وعندك نظام تغيير كان جيت كله تغير صحيح، لكن بالاسف التجار حقنا ما فيهم ويدوروا التوية. دونك من الدليجي اللي قاعدين في البروفانس نطلب منهم خليهم يكسروا. نعم يكسروا التوعيه. يكسروا التوعيه ان شاء الله. ان شاء الله. السيد سمينا وصلنا الى نهايه البرنامج، ان كان عندك رساله اخيره او تقدر تورينا متى تاريخ هنا الانتخابات هنا الشامبر هنا في نجمينا، يعني رئيس الغرفه التجاريه متى يتم الانتخابات، وكان عندك مساج اخير للساده المشاهدين. هسا امس يوم الخمسة الفات يوليو 2020 سوينا الانتخابات في الشات كلها في نجمينا كلها. في الانتخابات نجمينا البروسيه فيربال كلها جونا الريزلتا كلها انتهينا خلاص. اوكي. الريزلتا انا الاسامبلي جنرال. نعم الجمعيه انا الاسامبلي جنرال انتهينا احنا نجمينا ده نمبر البدور ده انتهينا. هسا قاعدين نقدموا فيه احنا الاقاليم المخارب دولين جو ودين لسه ما جو. بعد جو 48 ساعه ننتو الريزلتا هم ال 130 اللي هسه ايلي ده بوجو بوكتو بيرو اكزكتيف انا رئيس انا الشعب مكتب التنفيذي. دونك هسه ريتي سوينا ده بروفيزوار مؤقت عندنا شهر انت نام شهر فرصه انا شهر زول كان مش اللي عنده ما يعني ما في الريزلتا انت ده ما وافق ما داكور يصير ريكيت انا يجيبها اللجنه بتان تشيفها حركات حق ده في مكانه ولا ندرسونه شوفوا ممكن يطعن في النتيجه. وي صح ممكن يعني ممكن اكون غلط في العمل ده كلام ده قلنا بروفيزوار. بعد ده التاكسي بيقول عندك 60 ناس ده شهر بعد الشهر خلاص الريزلتا يبقى ديفينيتيف. بعد ما بيجي ديفينيتيف اللجنه عندها 15 يوم للاسامبلي جنرال تنستاليه تخطها. بعد ما غطتها الاسامبلي هي تو بجود حقها
من ناسا من parmi ses pairs on dit من ناسا تخط البيرو اكزيكتيف عندها 15 ممبر كذلك في الاقاليم تمام زيدا تمام دونك للانتخابات اللي قدام جاي نطلب منهم عشان يلقوا يتوفقوا عن بيناتهم ان شاء الله ويحطوا زول يمثلهم يقدر يخدمهم يخدمهم ويغير الشامبر الغرفه التجاريه ان شاء الله السنه طالبين منهم فريمان التغيير في الشامبر ده واهم شيء القوانين تغير نعم القوانين كما يتغير نرجو في المسألة أكيد نفس الشيء أكيد أكيد إن شاء الله أكيد السيدات والسادة إذا كما قال السيد يوسف محمد مينا نائب رئيس اللجنة الانتخابية للغرفة التجارية لهذا العام لابد من تغيير القوانين القديمة التي أصبحت غير صالحة بالنسبة لتطوير التجارة والاقتصاد في تشاد وأيضا حتى التجار عليهم يفهموا دورهم لأن دورهم دور وطني لبناء هذا الوطن وليس لمصالح شخصية أو مصالح ضيقة. إذا نشكر السيد يوسف محمد ميناء على حضوره في برنامج صدى الأحداث ونشكركم أنتم على حسن الانتباه والمتابعة وتقبلوا تحيات الفريق الذي أخرج لكم هذه الحلقة حتى ألقاكم في الأسبوع القادم مع ضيف جديد وموضوع جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.